التزموا بالتعليمات الرسمية بشأن فيروس كورونا وما تخرجوش إلى للضرورة الجامعة. الله يجازيكم بخير. شكرا للترويج الوزارة التربية الوطنية للسنة. السلام عليكم ورحمة الله. هذه المبادرة اللي درنا اليوم مبادرة توعوية، حاولنا أننا نجوب الأزقة والشوارع ديال أورير باش نبلغوا الساكنة ونوعيهم بشأن فيروس كورونا. هذا العمل اللي تم من خلال الجمعيات ديال المجتمع المدني وبتنسيق مع السلطة المحلية وكذلك المجلس الجامعي ديال أورير. وكان عربونا منا عن محبتنا وإخلاصنا لصديقنا عز الدين عريش رحمه الله أن أسسنا هذه النسخة، نسخة عز الدين عريش رحمه الله في نسختها الرابعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحماته وأن يجعل مسكنه الجنة والفردوس الأعلى إن شاء الله. اليوم بفضل الله تم تنظيم نشاط أو مسابقة تجويد وحفظ القرآن الكريم بفئتين، فئة الصغار وفئة الكبار، وتم استقبال أكثر من 25 مشارك، وكانت هذه فرصة للاحتفاء والاحتفال بأهل القرآن حفظته ومجوديه، وكانت أيضا فرصة للترحم على روح الفقيد صديقنا عز الدين عريش من مؤسسي سند، مؤسسة سند الخيرية. نشكر الجميع، نشكر الحضور، نشكر المنظمين، ونشكر دار الشباب أورير على إتاحتها الفرصة وتوفيرها للفضاء لتنظيم هذه المسابقة التي كانت بشهادة الجميع كانت في المستوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر الله على نعمة الإسلام، ثم أشكر هذه الجمعيات الخيرية سند التي صهرت وقامت وبادرت بمجموعة من الأفعال حتى يعني تنجح هذا الخير المبارك، خصوصا في هذا الشهر المبارك الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم أشكر الله تعالى على توفيقه لي في هذا الخير، وأشكر والدي اللذان كبراني وعلماني على نهج الإسلام، وأشكر أيضا أساتذتي القائمين على تعليمي لقواعد التجويد وعلى حفظ كتاب الله، وأتمنى من الله أن يوفقني على ختمه إن شاء الله تعالى. وأشكر أيضا كل أعضاء جمعية سند الخيرية لما ساهموا وبادروا من أفعال. والله أن الكلمات تعجز، لا أستطيع أن أصف مشاعري الآن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الجليل الكاس، أمين مال مؤسسة سند الخيرية. احنا اليوم في الدورة الرابعة لمسابقة تجويد القرآن، دورة عز الدين عريش، التي عرفت مجموعة من المتسابقين من منطقة أورير ومن خارج أورير، والحمد لله هذه المنطقة تزخر مجموعة من المواهب في تجويد القرآن، وتستمر هذه مؤسستنا في دعم حفظة القرآن الكريم. وكان هذا النشاط كنشاط ختامي لهذا الشهر المبارك بعد إفطار صائم الذي كان طوال هذا الشهر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اليوم الحمد لله على عادتها نظمت مؤسسة سند الخيرية مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم في نسختها الرابعة، دورة الفقيد عز الدين عريش. فنغتنم هذه الفرصة للترحم على روح فقيد المؤسسة عز الدين عريش الذي كان من مؤسسي هذه المؤسسة فرحمة الله عليه. ثانيا الهدف من هذه المسابقات التي تنظمها مؤسسة سند الخيرية هي زرع يعني قيم القرآن الكريم وجعل القرآن الكريم منهجا لنا خصوصا للشباب والأطفال.
فأود أن أشكر باسمي وباسم مؤسسة سند الخيرية أيضا جميع من شاركوا في تنظيم هذا اللقاء، مؤسسة دار الشباب، السلطات المحلية، وكذا مؤسسة موقع الدار على تغطيته الإعلامية لهذا الحفل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا السلام عليكم، الاسم خديجة أنتشار، سن 20 سنة. أولا قبل كل شيء نبغي نشكر مؤسسة سند على المبادرة اللي كديرها كل مرة. نبغي نشكر جميع اللي كيعاونوني على الحفظ وعلى تعلم قواعد التجويد من أساتذة ديالي، خاصة الأستاذات ديالي اللي كاين في جمعية مختار العلامة المختار السوسي. والله يجعلني من يحملون وسام القرآن ويلبسون أهلهم تاجا من وقر. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودي. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.